عيناك بيت الزنون. يا دردوش المسي. انواع الرمان متعددة الحجم والاشكال والطعم. في عنا نوع الرمان اللفان اللي متميز بحجمه، في عنا الرمان العصفوري طبعا اللي حجمه وسط هو لكن بيكون طعمه حلو وعجوه بسيط جدا ويعني سهل الهضم. في عنا الرمان الفرنسي لونه احمر مثل الموجود هذا. في عنا الرمان ناب الجمل، طبعا هذا انتهى وقته، كان صيفي بسموه رمان ناب الجمل. في عنا نوع من الرمان الحامض والأكثر شيء الحامض اللي بيستعملوه لشد درس الرمان للعصير، واللي متميز دركوش بطهي درس الرمان. وحاليا راح اشوفوا عنا كمان وجبه من درس الرمان بتمثل عن دركوش. يعني تم تنظيم المهرجان نظرا للحاجه الملحه مدينه دركوش مدينه زراعيه بالدرجه الاولى، تعتمد على الزراعه بالدرجه الاولى. فيعني هي السنه بالضبط المزارعين ما اخذوا حقهم بالاسعار، حاولنا نشاركهم بالامهم، فحبينا نعمل هالتجمع او هالمهرجان اللي شاركوا فيه اغلبيه اهل دركوش واغلبيه المزارعين اللي رادوا يشاركوا ضمن المهرجان، واللي رادوا يوصلوا صوره انه من يعني انه المنتجات اللي في مدينه دركوش منتجات ذات جودة عالية، بس ولكن السعر هالسنة ما وقف معهم. فعملنا دعوة عامة والحمد لله رب العالمين. هاي المهرجان قدامكم بيتكلم الأخ عيسى الطويل، فليتفضل.